السلام عليكم. نشر الأمير السعودي ستام بن خالد آل سعود جزءا من مقابلة للنائب الأمريكي رشيد طليب، والتي وضحت فيها سبب دعمها لحراك المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الذي يعترف اختصارا بـ BDS وتستهدف إسرائيل. وقال الأمير في تعليق على الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بتويتر: عضوة الكونغرس الأمريكي فلسطينية الأصل رشيدة طالب، التي قالت بأنها ستكون أول من يوقع على قانون المقاطعة الاقتصادية للسعودية، نود تذكيرها بأن تركز هجومها على إسرائيل وليس السعودية التي دعمت وتدعم القضية الفلسطينية أكثر مما قدمته هي لقضية موطنها الأم. المقابلة أجرتها طالب مع الزميل جاك تيبر لCNN في 2019، حيث سألها عن سبب دعمها لهذا الحراك الذي يستهدف فقط إسرائيل، ولماذا لا تتم الدعوة لعقوبات ضد دول أخرى مثل مصر أو باكستان أو السعودية، حيث قال الطالب: أعتقد أنه إذا كان هناك حراك للمقاطعة حول المملكة العربية السعودية سأكون أول من يشارك فيه.